الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياة، وفقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. أول ما ربنا بيرزقنا بطفل بنكون في قمة السعادة وبنكون مبسوطين بيه جدا جدا، والطفل ده بيكون بالنسبة لكل أب وكل أم هو كل حياتهم. لكن للأسف في بعض الأطفال بتتولد وهي عندها تشوهات خلقية، زي مثلا الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق. طبعا ده بيأثر على نفسية الأب والأم وبيسبب لهم قلق كبير، وكمان بيكسر فرحتهم بالمولود ده. يا أحمد بالضبط يا نور، أي تشوه في وجه الطفل بيسبب أزمة نفسية كبيرة جدا. عايزين كل أب وأم النهاردة يركزوا معانا. هنتكلم النهاردة بالتفصيل عن الشفة الأرنبية، وهنتكلم عن سقف الحلق. قد يكون في ناس كتير عارفة إن المشكلة دي موجودة عند أولادهم ومرقاهم، بس مش عارفين إن موجود فيها حل. خلونا نرحب بضيفنا اللي موجود القيمة العلمية الكبيرة في مجال جراحات التجميل، وكونه متميز جدا في جراحات التجميل، برضه ما ننساش اصلاح العيوب الخلقيه لانه متميز في المنطقه دي جدا. هنرحب بالاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري جراحه التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، دكتوراه جراحات الاطفال والتجميل جامعه عين شمس، ومدرس بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال. منورنا دكتور وائل. اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. يعني يا سلام لما يكون اصلاح العيوب الخلقيه كمان طبعا مع جراحه تجميل. ما هي دي نقطه مهمه جدا في جراحات التجميل، عشان ناس كتير قوي بتفتكر جراحات التجميل دي عباره عن جراحات الدلع، يعني اللي هو الرفاهيه بقى، ومش عارف تجميل الانف ايه وزرع الشعر ايه والشفط ايه بس. لكن مش دي جراحات تجميل بس، ده جزء من جراحات التجميل اللي احنا كنا بنتكلم عليه سلسله الحلقات اللي فاتت، اللي هي الشيبنج والجسم عموما وتجميل الجسم. لكن لا يمنع ان احنا نستكمل بقيه التخصصات في جراحات التجميل اللي هي تلتها تقريبا في العيوب الخلقيه في الاطفال. ده انا بعتبرها رحمه من عند ربنا طبعا. وبعد كده في جزء تاني بقى الحوادث والريكونستراكشن، او اللي هو اعاده التكوين، التكميل. بالظبط، تكميل الجسم بعد فقد جزء منه لا قدر الله بالحوادث والحروق والحاجات دي. هنا مدعيين المهنه ما يقدروش يلعبوا في المنطقه طبعا دي. طبعا هنا يعني هنا بقى في النهايه طبعًا. دي منطقه بتاعت جراح التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، دي منطقه بتاعتهم خاصه بيه. بالظبط. طيب يا دكتور، احنا في الاول في المقدمه كده اتكلمنا عن الشفه الارنبيه، فممكن تعرفنا ايه هي الشفه الارنبيه وكمان ايه هي انواعها؟ يعني ليها انواع ولا هي بيبقى شكل واحد بس؟ احنا طبعا هيبقى معانا صور دلوقتي هنوضح عليها. تمام. الشفه الارنبيه هي عباره عن شق بيبقى موجود في الشفه. الشق ده طبعا من النص مثلا يا دكتور كده، ليه اشكال كتير يعني، في يعني كذا شكل. هنشوف دلوقتي صور مختلفه، نشوف الصور عشان نتخيل مع بعض الاشكال المختلفه. الشق ده بيبقى موجود في الشفه، ممكن طبعا يبقى موجود في مجرد بس حاجه بسيطه زي كده. يعني ده دايجرام بيوضح ان ده مجرد فتحه موجوده في الشفه وداخله لجوه واخده اللثه و سقف الحلق. وده اللي بيربط دايما الاثنين اللي هم علاقه مع بعض، ان يكون في شق موجود في الشفه مع سقف الحلق، اللعبين دولت مرتبطين جدا مع بعض. صحيح برضو في حالات بتبقى منفصله، يعني يبقى شفه بس. وبرده الصوره دي برده تبين ده طفل عنده الشفه الارنبيه، وبرده اللثه وسقف الحلق مفتوح وبيرضع. يعني ده هو اثناء ما هو يرضع الفتحه اللي موجوده دي طبعا بتعوق الرضاع طبعا، اكيد بتعذبه. فطبعا دي درجه كبيره من الشفه الارنبيه. الدرجه دي طبعا مزدوجه، يعني على الجنبين زي ما احنا شايفين هنا، واخده حرف يو كده. دي بايلاترال مزدوجه، بتبقى موجوده بس في الشفه، لكن اللثه نفسها مش مفتوحه. وطبعا باين ان هو الشفه فقط، الشفه. هنا العضله نفسها اللي بتحرك الشفه مقسومه، على يعني هي نهايتها على طرفين الايه الفتحتين دولت. وبالتالي الطفل ده مش قادر ان هو يمتص اللبن كويس ويرضع، نتيجه ان العضله نفسها مش قادره ان هي تنقبض. وبالتالي هنا بقى في مش بس مشكله في الشكل، في مشكله وظيفيه، مش عارف يتحكم في طريقه الاكل بتاعه. اول حاجه هتعوق هذا الطفل هو الرضاعه، وبالتالي الطفل ده نموه هيكون بطيء. بالظبط كده. ايه اسباب الشفه الارنبيه؟ هل ليها اسباب معلومه في الطب؟ كويس. الشفه الارنبيه زيها زي العيوب الخلقيه الباقيه، ان هي اول حاجه ممكن تحدث من غير سبب. يعني حاجه اسمها بنسميها في الطب الايديوباثيك، حاجه ملهاش سبب، ان هي اثناء التكوين الجنيني ممكن ان هو الطفل مرحله من المراحل ما تتكونش الشفه ويحصل اللي هو الايه الشق اللي موجود ده. ممكن تحدث وراثيا، ودي بنلاقيها كتير قوي في العيله اللي فيها اكتر من حاله عندها الموضوع ده، بنلاقي ان اولادهم او النسل بتاعهم بيبقى فيه مشاكل ان هم ممكن يحدث الشفه الانابيه. ممكن يحصل مشاكل للام اثناء فتره الحمل، ان هي تتعرض طبعا لبعض الملوثات، سواء كان الاشعاع
او تاخد ادويه في اول 3 شهور في الحمله دي، اهم 3 شهور. لو تعرضت لادويه مش المفروض ان هي تاخدها اثناء فتره الحمل، دي ممكن تاثر على تكوين الجنين ويحدث شفه انابيه. نقص الفوليك اسيد طبعا ده برضو ليه دور كبير جدا، ان هو الفوليك اسيد بيلعب دور في تكوين الوجه، التكوين الجنيني للجنين في اثناء ده لازم طبعا المو... الام من ساعه الحمل بتاخد الفوليك اسيد اللي هو بتبقى زي تابلت كده صغيره. بالظبط، في ستات بتهمل الكلام ده طبعا، ممكن تكون فيتامينات ولا كلام، ممكن تكون ما كانتش عارفه او مش عارفه ان الموضوع مهم لدرجه ان هو هيمنع حدوث تشوهات خلقيه. الحاجه الثانيه زواج الاقارب، ده الحقيقه ده برده ليه دور كبير قوي، وده بنلاقيها دايما في الاماكن القبليه زي الصعيد، موجوده في السعوديه، موجوده في ليبيا، لازم من عيله واحده لازم يتجوزوا من بعض. لازال برضو في المعتقد ده موجود وبيهملوا فيه شويه، وبالتالي نلاقي زواج الاقارب بيلعب دور كبير قوي في حدوث هذا الموضوع. تمام. طيب دكتور، انا كنت عايز اعرف المضاعفات المترتبه على الشفه الارنبيه. كويس، احنا لسه قايلين منها حاجه دلوقتي وهي الرضاعه. الرضاعه يبقى دلوقتي اول مشكله ممكن تواجه هذا الطفل الرضاعه. تاني حاجة الشكل، لأن هو طبعا الطفل عنده شق موجود في وجهه، فطبعا في مشكلة في الشكل نفسيا كبير جدا. الأهل طبعا بيبقوا فاكرين الطفل ده هيبقى مشوه وهيبقى شكله عامل ازاي وسط العيلة وسط الناس وبعد كده في المدرسة. الحاجة التانية الكلام، لأن هو برضو الكلام بيلعب دور كبير قوي. حركة الشفة بتبقى العضلة المسؤولة عن حركة الشفة طبعا، كون ان هي مفتوحة مخارج الألفاظ مش هتبقى مظبوطة، فبالتالي هتأثر على الكلام. وسقف الحلق برضو بيلعب دور في الوظيفة، ان هو فتحة سقف الحلق دي ممكن تخلي اللبن يرجع تاني يطلع من الأنف، وممكن الجزء اللي هو الرخو بتاع سقف الحلق اللي بتحرك اللي بنسميه السوفت بالت ده اللي هو اللي جوه ده، ممكن يأثر على برضو الكلام، ونلاقي الطفل ده عنده مشكلة في مخارج حروف كتيرة جدا، وممكن يبقى عنده حاجة اسمها هايبر نيزاليتي اللي هي الخنفان. الخنفان صوت بالظبط، تبقى مشكلة يعني الطفل حتى مش قادر يروح المدرسة، يعني نفسيته بتبقى متدمرة جدا طبعا، بيشوف طبعا في حياته من دول كتير. ده في حالة بقى ان احنا يعني احنا بنقول مشاكل مترتبة في حالة الإهمال في علاجها. لكن لو احنا هنمشي بالخطوات اللي هنتكلم عليها دلوقتي، لا الطفل ده هيبقى طبيعي تماما، هيبقى ناس كتير قوي ممكن ما تعرفش ان هو كان عنده شفه انابيه، والموضوع طبعا يبقى طبيعي 100% ان شاء الله. عاوزين بقى نتكلم على طرق العلاج وامتى تنفع بقى الجراحه، يعني امتى الاب والام لما يشوفوا في شفه انابيه وشق سقف الحلق يبداوا يتحركوا. كويس، في البدايه دلوقتي احنا مع التقدم في اثناء متابعه الحمل بقى في طرق حديثه لمتابعه الجنين، واشهرها يمكن الناس كتير عارفاها الفور دي. بالظبط، ده بيبين في الشهر السادس في الغالب هل الطفل ده طبيعي 100% ولا في عيب خلقي. وكتير قوي ممكن نعرف اذا كان عنده شفه انابيه بالفور دي ولا لا. طيب الاهل عرفوا وعرفوا ان الطفل عنده شفة قبل ما يتولد، ده مش معناه انه يكون سبب لانهاء الحمل، لان هو ده مش عيب هيأثر على النمو الذهني او على حياه الطفل. هيتولد الطفل، اول مشكله هنقعد مع الاهل فيها ان احنا نفهمهم خطوات العلاج ونفهمهم الرضاعه هتبقى ماشيه ازاي. الرضاعه في الغالب بيحتاج بعض يعني الانستراكشنز التعليمات، ممكن يرضع طبيعي لو قدر ان هو يتقبل، لو هي حاجه بسيطه. لو حاجه مفتوحه قوي زي اللي احنا شفناها في الصوره هيبقى صعب ان هو يتقبل الرضاعه الطبيعيه، فممكن نلجا للبيبرونه. وفي بعض الببرونات الخاصه للشفه الارنبيه ان هي بتقفل الجزء اللي هو مفتوح ده، فبالتالي ما يحصلش ان اللبن يرجع. او الطريقه التقليديه السهله اللي احنا بندربهم عليها الرضاعه بالقطاره او السرنجه من جنب الفم، زي ما بياخدوا الادويه الاطفال، ويبقى مرفوع 45 درجه عشان ما يحصلوش ان هو يشرق. يهمنا قوي ان الطفل ده يزيد في الوزن، يحصل له كاتش اب طبعا في الوزن ويزيد في الوزن، فبنقول ان اول مرحله بنبدا علاجها عند سن شهرين. سن شهرين هو اول مرحله هنعمل فيها اصلاح الشفه بكل الطبقات بتاعتها. الحقيقه المرحله دي مرحله اساسيه جدا، لان احنا بنعمل فيها تصليح كامل للشفه وبنقفل اللثه، وكمان بنعمل جزء كبير جدا من الانف. ويمكن ده كمان المعتقد اللي اتغير مع مرور الوقت، ان احنا كان لا الانف دي سيبها دلوقتي ما تعمليش فيها حاجه خليه لما يكبر. اللي اكتشفنا ان الاطفال دولت بيعانوا من مشاكل نفسيه، ان انت تسيب لهم الانف شكلها مش مظبوط، فبنقدر ان احنا نصلح جزء كبير قوي منها في الفتره المرحله الاولى دي. تمام، فده بيفرق معاهم وبيفرق في الشكل بتاعهم. واحنا بنحتاج حاجه تعويضيه عشان نعوض الشق ده او حاجه ولا لا خالص؟ هو من نفس الانسجه بنحركها بتقنيه معينه.
وبنقدر ان احنا ايه نخيطها و نقربها من بعض، نضمها مع بعض عشان يحصل التحام. احنا معانا فيديو على فكره بيوضح كمان العمليه، بص عليها وشوفوا نوضح فيها اكتر للساده المشاهدين ان في علاج للشفه الارنبيه. اتفضل يا دكتور. طبعا زي ما احنا شايفين ده المراحل تكوين الجنيني ممكن تقف عند مرحله معينه فينتج عنها الشفه الارنبيه سواء على جانب واحد او جانبين. ممكن يا دكتور تبص على الشاشه الاكبر. تمام. وهنا بنبين الطريقه اللي احنا بنستخدمها لتصليح الشفه. زي ما احنا شايفين اول حاجه ان احنا بطريقه طبعا تجميليه معينه احنا عملنا خطوط فيها مثلثات وحاجات عشان نقفلها. والمرحله الثانيه اللي هي هتبقى بعدها بست شهور هنقفل فيها الشق اللي موجود في سقف الحلق زي ما احنا شايفين من نفس الانسجه. احنا بنرفع الانسجه على الجنبين ونبدا نضمهم مع بعض عشان يلتحموا من غير ما نستخدم على مرحلتين. يعني هيعمل عمليتين يا دكتور. عمليتين، المرحله الاولى مرحله الشفه والمرحله الثانيه اللي هي مرحله سقف الحلق، بحيث ان بعد كده نوصل ان الطفل ده يبقى طبيعي 100%. يبقى احنا عندنا خطوتين مهمين قوي، تصليح الشفه باللثه بالانف دي مرحله عند سن شهرين، بعدها بست شهور لو كان في شق في سقف الحلق يبقى احنا كده هنصلحه. وبعد كده يبدا الفريق بقى، لان طبعا احنا علاج الشفه الارنبيه ده مش جراحه تجميل بس. لازم دكتور الاطفال في الاول لان هو ده اللي هيبقى اول واحد، ده البوابه. بالظبط، اول واحد هيستقبل الحاله واول واحد هيدي التعليمات بتاعت الرضاعه ونوع اللبن والحاجات دي كلها. بعد كده جراح التجميل، الخطوتين اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي. هنيجي بقى ثلاث تخصصات مهمين جدا بيبقى من خلالنا في الدكتور الانف والاذن، عشان بنلاقي كتير جدا من الناس الاطفال دولت عندهم انسداد في قناه الودن. والانسداد ده بيبقى خلقي برضو مصاحب لهذا الموضوع، ممكن يسبب ارتشاح للميه خلف الطبله في الاذن الوسطى، وده لو حصل فيه التهابات متكرره ممكن ياثر على السمع. فبعد الخطوه الثانيه بنبدا المتابعه مع دكتور الانف والاذن، بيبقى حد مخصوص مش اي دكتور انف واذن، متخصص في الجزئيه دي. بالظبط، بيبقى ممكن يلجا لتركيب بعض الانابيب اللي هي بتقلل الضغط اللي على الطبله الودان. الحاجه الثانيه بيبقى في مرحله الاسنان ومرحله التخاطب، ودي غالبا بتبدا من سن 3 سنين. الاسنان عشان بنعمل تقويم للثه اللي فيها المشكله، لان طبعا بنلاقي ان اللثه مفتوحه ففيها اعوجاج. هو بيبقى شرط يا دكتور انه الطفل اللي بيعمل العمليه دي بيبقى عنده مشاكل في التخاطب واللثه؟ بنسبه كبيره قوي بيبقى عندهم. لو هو عنده شفه ارنبيه بس من غير سقف الحلق في الغالب مفيش مشكله في التخاطب. تمام. لكن لو احنا زي ما احنا قلنا في الغالب اغلب الاطفال دول بيبقى ساعات اللاعبين مع بعض. فلو معاه شق في سقف الحلق هنا لازم يعمل تخاطب، لان في اهالي كتير قوي بتهمل هذه النقطه وتقول يا دكتور ما انت قفلت له سقف الحلق وهو كويس وما عادش بيرجع لبن، فاكيد هيتكلم وبدا ينطق ويقول بابا وماما. هو الحقيقه الكلام مش كله ان هو يقول بابا وماما، في كلام تاني هيبدا يتعلمه. وهنفاجئ ان في بعض الحروف فيها خنفان، فعشان كده العمليه مش هتخليه ينطق كويس، العمليه هي دي الاساس اللي هيتبني عليه طريقه الكلام. احنا معانا صور قبل وبعد، ندي امل بقى كده كمان للناس. واحنا بنتفرج على الصور، لو حد اكبر من شهرين عادي بنعمله عادي؟ طبعا. يعني دي حاله صعبه ان فيها شفه انابيه مزدوجه وفيها سقف الحلق مفتوح، وزي ما احنا شايفين هي عشان مزدوجه الجزء بتاع اللثه اللي في النص بقى منفصل. يعني في حته لثه موجوده تحت الشفه اللي في النص دي مفصوله لوحدها، وبعد كده بقيه اللثه مفصوله على الجنبين. شوف الطفل عملنا العمليه طبيعي جدا، ده طبيعي، لا يمكن حد يقول ان لا خايفين ان يحصل فيه تشوه، دي حاله اصعب من اللي قبلها. يعني ده طفل مولود طالعه لفوق خالص. طبعا مفصوله جدا والجاب المسافه كبيره. وهنا برضو يعني كتير قوي من الاهل يتخيلوا ان هو مش هتصلح. عايزين برضو نركز هنا على الانف. شايفين الانف اتغيرت ازاي؟ قبل العمليه مفيش انف اصلا، يعني الفتحات مفتوحه ومنفرجه. هنا لفه الفتحات بقت طبيعيه، شكل الانف طبيعي. والاب والام ممكن لما يبصوا المنظر ده فعلا يتخيلوا ان مفيش علاج. بالتاكيد. بالتاكيد. برضو دي حاله برضو صعبه شويه، يمكن الصوره هيزي شويه، ولكن هنا برضو مبينه ان المزدوجه عشان هي اصعب الحالات فهي ممكن تبقى طفل طبيعي والنتيجه بتبقى فيها هايله جدا. برضو هنا عن قرب بقى، هنا بقى بنقرب من الجرح بقى عشان برضو نتخيل ان ايه، ان ممكن يبقى فيه اثر بسيط. يعني لو دققنا في الصوره هنلاقي ان فيه اثر بسيط للجرح بس مش باين ان هو ملفت. ده ممكن من لعب في الحوش في المدرسه. أيوة. يحصل. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا، ان في حالات كتير قوي من الناس اللي اتعملت
هو الاهل بيقول لي يا دكتور فعلا دخل المدرسه وعمل انترفيو ما عرفوش وبقى طبيعي وسط زمايله يعني، وده من بق الاهالي الاهل نفسهم ان هم طبعا ايه بيبقوا مش مصدقين ان فعلا ممكن الموضوع يبقى طبيعي وما بيبقاش باين. وهنا برده صوره كمان والطفل هنا دي ناحيه واحده يا دكتور مش ناحيه هنا جنب واحد بالظبط، هي دي اللي هي بنسميها احاديه او الجنب على جنب واحد وممكن تبقى مزدوجه على الجنبين زي الصوره اللي احنا شفناها قبل كده. جميل. طيب دكتور كنا عايزين بقى نتكلم عن شق سقف الحلق، ليه انواع يعني نوع واحد بقى ولا ليه كذا نوع؟ زيه زي الشفه الانبيه ان ممكن برضو يبقى الشق ده موجود على جنب واحد وممكن يبقى واخد الجنبين يعني بادئ من الشفه ومكمل برضو شقين على الجنبين. ده بيكون اصعب يا دكتور من الشفه طبعا. طبعا ده بيكون اصعب وممكن طبعا يبقى منفصل يعني في بعض الحالات الشفه زي الصوره كده معانا صوره توضيحيه دلوقتي الشفه تبقى طبيعيه والسقف الحلق بيبقى قدام مقفول بيبقى عنده بس فتحه في الجزء الرخو اللي هو اللي يعني دي طبعا صور مختلفه بتبين الانواع ان ممكن يبقى كامل ممكن يبقى مزدوج ممكن يبقى كمان الجزء اللي انا كنت بشرحه دلوقتي ان يبقى الجزء الخلفي من سقف الحلق اللي هو الرخو هو اللي مفتوح فبنلاقي الاطفال دولت بنصلح سقف الحلق عشان رجوع اللبن طبعا وعشان الكلام وعشان الكلام ما يواجههمش اي مشاكل فيما بعد. الاسباب هل ممكن في اسباب ممكن تجنبها لشق سقف الحلق؟ والله هو عامه احنا زي ما احنا قلنا الاسباب الاولى لو هو من غير سبب صعب جدا ان انت طبعا ايه تعرف تستبعد حاجه بالظبط، لكن في اسباب كتير قوي ممكن نتفاداها. زواج الاقارب ممكن نتفادى بيه، متابعه الحمل بيكتبوا بعض دكتور يعملوا ايه؟ ما يبقى لازم يعملوا تحليل وراثي. يبقى لازم يعملوا تحليل وراثي طبعا وبالفعل ده والله سبب حقيقي لا ده اكيد انا لما بيجوا لي وبقول لهم طب انتوا قالوا يا دكتور احنا مرتبطين ببعض وفعلا بنحب بعض ودي قصص كتيره بنشوفها، فانصحهم هنا يعملوا تحليل وراثه عشان تحليل الوراثه ده هيديهم ايه قبل الزواج. على فكره قبل الزواج يقول لهم لا ده في نسبه حدوث كذا، يبقى هيكونوا عارفين ان ايه ان ده ممكن يحصل ممكن يحصل. وهم بقى ليهم الاختيار يتجوزوا او ايه تاني ممكن تتجنبه بقى. المتابعه الجيده في اثناء الحمل ان احنا حاجه زي الفوليك اسيد ما نهملهاش، حاجه زي التعرض لادويه ما ناخدش ادويه عماله على بطال، ممكن حاجه بسيطه دور برد نفتكر انه ده انتبيوتيك ولا مسكن وده لوحده يبقى سبب لحدوث حاجه زي كده. ونخلي بالنا بقى مش اي اكل يتاكل، الحاجات اللي هي المعلبه او الجانك فودز والحاجات دي كلها، التعرض للاشعاع لو انا رايحه مع حد او بعمل اشعه لازم اسال دكتور النساء كويس جدا، كل الحاجات دي مهمه قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا اثناء طبعا. تمام. طب طرق العلاج بقى يا دكتور لشق سقف الحلق ده اللي هو احنا قلنا ان هو بيكون اصعب شويه كمان من الشفه الارنبيه وهل هو ممكن يكون في شق سقف حلق من غير شفه ارنبيه اصلا؟ زي ما احنا قلنا ان هو ممكن يبقى المنفصل لوحده وممكن يبقى مصاحب للشفه الارنبيه. طبعا الطرق المختلفه هي تقنيات بتعتمد على ان احنا بنحرك الانسجه من نفس المكان ما بناخدش من مكان تاني. الدرجات الاصعب اللي هي بيبقى فيها الجاب واسعه والمسافه كبيره هنا ممكن نعملها على مراحل، يعني ساعات بنقول للاهل لا دي مش تيجي على مرحله واحده، احنا محتاجين نقرب الانسجه شويه او نقفل الجزء الامامي ونستنى على الجزء الخلفي بحيث ان مع النمو الانسجه تقرب شويه وده بيسهل العمليه. يعني موجود موضوع المراحل ده عشان في برضو ناس بتفتكر ان المراحل ده ليها علاقه بشطاره الدكتور، لا ملهاش علاقه بشطاره الدكتور، في حالات بتتطلب بمراحل وكتير قوي دايما بنقعد نقول في كل جراحات تجميل وفي كل الجراحات في حالات بتتطلب ان احنا ما نتعملش على مرحله واحده، مش شطاره ان احنا نقول ايه لا كله مرحله واحده، لا في حالات صعبه ده مرحله واحده ممكن تاذيك يعني ممكن ما تطلعش النتيجه زي ما انت عايز. بالطبع يعني بيكون من الحكمه ان احنا نعملها على مراحل لصالح الحاله. حقيقه مش كتيره ولكن بساعات بنعتمد يعني بنقرر الموضوع ده في بعض الحالات. الحاجه اللي انا صراحه عايز اقولها وده دي نقطه مهمه جدا بقى، حته القوافل اللي بتيجي من بره مصر اللي بنسمع عليها ان هي بتعمل العمليات دي في مصر. الحقيقه دي نقطه فيها ميزه وفيها عيب. فيها ميزه ان هي بتساعد الناس الغير قادرين، ان احنا فعلا محتاجين شير يعني في اماكن في صعيد مصر بتعمل الموضوع ده وما فيهاش امكانيات تمام، ولكن بلاش ناخد الموضوع على ان هو ايه ان احنا ما عندناش خبره في مصر فبنجيب خبراء يعملوا يعني لنا. احنا بنشوف مع حضرتك حالات بتجيلك من بره مصر اصلا، انت يعني معروف في الجزئيه دي فما فيش داعي ان حد يجي من بره مصر يعملها يعني. الحمد لله احنا جرحنا بخير الحمد لله طبعا. معانا صور لقبل وبعد كمان علشان تدي الاهالي امل كمان. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل في الشرح يعني في سقف الحلق. زي ما احنا شايفين ان احنا من نفس الانسجه من غير ما ناخد من مكان تاني قفلنا وحصل التحام كامل كله مقفول، فبالتالي طبعا ايه بيبقى طبيعي 100% وده اللي بيهمنا عشان بعد كده الكلام
لان هو لو حصل ان سقف الحلق ده جزء منه مفتوح طبعا هيأثر على الرجوع الاكل واللبن، وفيما بعد طبعا ممكن يأثر برضو على الكلام. تمام، انا بشكرك جدا وانت اديت امل كبير للناس ممكن يكونوا بعضهم مش عارفين اصلا ان في علاج للشفه الارنبيه وشق سقف الحلق. بنشكرك جدا دكتور، ربنا يخليك، ميرسي قوي. مشاهدينا اتكلمنا عن الشفه الارنبيه وشق سقف الحلق وقد ايه ليهم علاج، وشفت الصور قد ايه بيبقى الطفل طبيعي، فمفيش داعي ان احنا نسيب اولادنا عرضه للالم النفسي الكبير ده. كان ضيفنا النهارده الاستاذ الدكتور وائل غانم، استشاري جراحه التجميل واصلاح العيوب الخلقيه، دكتوراه جراحات الاطفال والتجميل جامعه عين شمس. نورتنا دكتور، ربنا يخليك، ميرسي يا دكتور جدا. مشاهدينا استنونا فقرات جديده ومميزه دايما من برنامجكم طبيب الحياه، الى اللقاء. We'll be right back.